اوكي مي كيف منبلش سوري منبلش انيس لا منبلش انيس بدنا حدا يلعب دور سكرتيرة او حدا يلعب دور تعالي شنطار شانتال رافائيل سكرتيرة سكرتيرة ايه شانتال او شانتال انيس بس بدي اقول لك شغله فايت انيس لازم يكون فايت انيس طبعا كرافات وكذا وشنطه ومعه هالقد فايل هالقد يعني شي 100 ورقه فايت سكرتيرة بس بس تعطيكم هلا ليكم سوري هلا الحكي هون ما يعني الحكي ما مش ما له لزوم في ضروري يعني بس مش مع بعض يعني شوف كيف شوف لازم هلا انت منك موجوده لازم يفوت انيس طبعا ماسك الشنطه والجاكيت بونجور 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 كثير بس المحاضرة ايه مرشوب بالشيطة ايه لا اسمع اسمع الابليكيشن مشان ال باك مانسيون اربع لغات اتستاسيون ماتريز دبلوم دراسات معمقة تكنيسياس يعني ببلش للسكرتيرة انت ايه منيح عم تشتغل برافو يعطيك العافية يعني انت انه ما سألتي اساسا عرفتي ما سألتي سي في محضر سي في ايه ودي الورق ويوقعهم هيك ايه فوالا سي في بعدين انت بتاخذي ورقه اوكي عظيم مسيو عظيم بس عبي لي هاي اعمل معروف بس هون بس تقول له عبي لي هاي بياخذوا انه عشان هو كثير هينه يعني تك انت هون عم تطلع فيه لا بعد ما فيتي بعد ما فيتي عم بتعبي فيتي هي ماشي ما ماشي السكرتيرة هون الشغل عشان السكرتيرة عظيم أهلا قعدت يلي عم بتقوليهم هون بتشوفيه هو بتجيبي له أنت الابليكيشن هيدي بليز إذا تعبي الابليكيشن بس تعبي الابليكيشن مدرسة ما أنا تركت بالابتدائي يعني ما هون طبعا طبعا يلي عم بتقوليون لغات أنثى ولا ذكر إيش أنثى ولا ذكر ما ما شايفيننا أنثى ولا ذكر يعني يعني شو الأسئلة أنثى ولا ذكر عزبة لا عزبة تحت مصيبة عرفت يعني كل اللي عم بتقوليهم هون لازم ينقالوا يا للسكرتيرة يا لل للشخص 5 4 3 2 1 بونجور بونجور تفضل مسيو تفضل شكرا انا اللي طلبتهم في الشغل انيس 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 بو رحله بو رحله اوكي باك بلس 7 بسم الله اتيستاسيون دو ترافاي نيميرو 1 تيز دو دكتورا هاي الميموار من 5 سنين شاطر و لحظه لا هذه ميموار من 6 سنين سوري الله يوفقك عيني ايه ايه بدك تعرفيها؟ خلص الله يوفقك الله تفضل تفضل مسيو عم بالابلكيشن هلا شيلها هون عشان شيلها اوكي
لا ما يشيلوا اجانا بدهم دخلوا معي هلا اهم شيء الابلكيشن اوكي أهلا أهلا سهلا أنا جينا طلبتوني تفضلي باك بلس ويت لغات عربي فرنسي تفضلي انجليزي ابلكيشن عبي ابلكيشن بليز عبي يا ابلكيشن تك تفضل يعني ايه تطبيق طب يا اختي هاتي اي حاجه قلم ولا اعمل اي حاجه في ال هاتي قلم انت هاتي متشكره اسمي انا عارفه انتوا عارفين اسمي اكتبوه انتوا مش الهم ده الشهادات شهادات تقني سامي انتوا مش عارفين انا انثى ولا ذكر يا اختي لها ايه يا اختي لها ايه الاسئله الغريبه دي مدام تغيروا الاسئله طب اعملوا لنا اسئله غريبه اكتر من كده يا انثى او انثى تبعيك كرمال بس نعرف عليك والاخبار طب يا اختي ايه السفيه ده اول ما كنت قلت لنا من بدري نجيب السفيه ده معانا واحنا جايين خمس شهادات تجاريه تفضلي تفضلي يا اخويا ما توطي صوتك انت كمان دينا كفي بليز يلا كفي يلا بيز يلا بيز انا معايا اعداديه تقلبي الورق فعلا كانت كده احلى من اليمين لل يا اخويا الجمله الانجليش دي ايه يا اخويا الانجليزي دي ايه ده فرنسي ده فرنسي مش انجليزي وات الورقه بفكرني بحالي طب ما تيجي تملاه لي انت اكتبه لي لا مدام ما بس تفضل طيب يا اختي المدير راح يجي الان يلا بس خلاص بقال الاثنين مش معايا لغات دو مينوت وبيكون معكم ايه دو مينوت ايه دو مينوت ده دقيقتين اسم دوت دقيقتين مظبوط مثل ما قالك يعني دقيقتين اوكي دقيقتين انت ما بتعرفيش فرنسي؟ اللي جاي للشغل يا اخوي انا معيش لغه خالص جينيس عنده دكتوراه عنده اخذ طلع ليك شو عنده دخلي لي دينا على المكتبه هلا دينا دخلني على المكتبه ليه؟ هلا دينا اهلا يلا يا اخي مش قالك دخليني على المكتب حبيبي ايش عندك؟ شغل لا حبيبي احنا خلصنا قفلنا حبيبي قفلنا شكرا شكرا حبيبي شكرا